الشفاء لكل مسلم. في إطار التكافل الطبي بادرت هذه الجمعية جمعية كافل المريض بورقلة بإقامة هذه القافلة إلى منطقة بكرات ورقلة الحسيم سعود لمساعدة المرضى وتقديم المساعدة خاصة في هذا الظرف الشتوي اللي تكثر فيه الأمراض المعدية والأوبئة. حاولنا نفك بعض العزلة على هذه المناطق. تبسط العملية حوالي 50 مواطن الى حد الان لكي يوجد 25 حالة تم علاجها الفحص المجاني من فحص مجاني أدوية. كانت هذه القافلة مزودة بثمان اختصاصات من بينهم طبيبة أرطفونية في التوحد، جراحة الرجال، طب الأمراض الصدرية، أخصائية في التوليد وأقابلة. فتنا عندنا الطبيب اليوم ما شاء الله طب لظام وقدر وما شاء الله أعطانا الدواء وجزاكم الله خير.